طاليان وجهة سياحية اللي معروفة بالحب والغرام. أي واحد عنده شريك ديال الحياة ديالو الحلم ديالهم أنهم يزوروا هاد البلاد الساحرة. وفي طاليان كاينين بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي تقدر تبين الحبيبة ديالك أو الحبيب ديالك باللي تتبغيه وباللي غادي يبقى الحب ديالكم خالد للأبد. ولكن نهار تيسخطئ لك سدربي وتتفكر شوية بالمادة الرمادية ديالك وتتقول علاش لا ما نخلدش هاد الحب ونكتب السمية ديالي وديال الخطيبة ديالي في أهم حيط في روما للعمر ديالو تقريبا 2000 عام. مرحبا بكم في الفيديو اليوم، واليوم غادي نسترقوا القصة ديال البريطاني اللي كان سائح هو والخطيبة ديالو في روما، وصوروه الناس انه تيكتب السمية ديالو وسمية ديال الخطيبة ديالو في أهم حيط في روما بدون إدراك العواقب ديال هاد الفعل. إيفان دانايلوف دوميتروف اللي في العمر ديالو 31 عام كان سائح هو والخطيبة ديالو شهر 6 2023، وشافوه الناس تيكتب السمية ديالو وسمية ديالها بالساروت وما عارفش العواقب ديال هاد الفعل اللي دار. من مورا ما صوروه الناس هاديك لا فيديو تبارطاجات بواحد الطريقة سريعة، والطاليانيين طلع لهم الدم بهذاك الفعل اللي دار، واعتبروه انه ما احترمهمش وما احترمش التاريخ ديالهم وكذلك ديك البنايه اللي العمر ديالها تقريبا 2000 عام. في ديك لوكيتا العسكر ديال الطليان بداو تيقلبوا عليهم، العسكر ديال الطليان، ولقاوهم عن طريق لا ريزرفاسيون ديالهم ديال اير بي ان بي، حيت اصلا السميات كانوا عندهم وكانوا مكتوبين في الحيط. ايفان حاليا تيواجه الحبس اللي غادي يكون ما بين 2 حتى 5 سنين زائد غرامه ماليه اللي ابتداء من 15,000 أورو. 4 يوليو 2023 طلب منه المحامي ديالو انه يكتب رساله اعتذار لجميع الايطاليين كذلك للناس اللي تيجيو تيزوروا ديك البلاصه. هاد الرساله بالطبع لمحاوله تخفيف الحكم على ايفان، واخا الطليانيين ما غاديش تفكوا على الحق ديالهم. فهاديك الرساله كتب انه تيعتذر وانه ما عرفش بلي هذاك الحيط راه سي دا مونيمون هيستوريك اللي يقدر يكعي عليه الطليانيين كاملين، وماشي غير الطليانيين، يحقد عليه الناس كاملين. حيت انا النهار الاولاني شفت لا فيديو طلع لي الدم، حيت قلت ما يمكنش بنادم يكون مكلخ لهاد الدرجه وما يعرفش انه الحيط باينه فيه قديم وغادي يكون واحد المعمار التاريخي اللي يكون مهم بالنسبه لديك الدوله. بغيت نعرف الاراء ديالكم في لي كومونتير على هاد القضيه، واش بالنسبه لكم انه العسكر او البوليس او القانون في طاليان كان قاصح مع هاد السائح او لا؟ It was fair enough. قولي لي في لي كومونتير.